سنين اني ما تنتهزش حتى انا في الدار يستقبل لكن يا مرهون الدنيا حبوب لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ما انت بتعطينا غوازيب بصراحة احنا ما عندنا ندفع ما يحتاج انك تدفع يا ولدي ما يحتاج طال عمرك كيف؟ يحتاج بس انك توافق علشان انا وانت نكون اهل ما فهمت اصبر شوية الله يسلمك انا باغي اتزوج امك ثريا ايش على سنة الله ورسوله يا ولدي استهدي بالله على سنة الله ورسوله وبعدين اعتبر الغواز اللي عليكم مقدم الصداق اطلع برا اطلع برا لحظة خليفة انا موافقة الزواج منك حي ابوه صحيح يا ثريا ما انت ايش جالسه تقولي صحيح يا خليفه لكن بشرط كل شروطك مجابه طال عمرك خبرني الاول انت تهمك مصلحتك ولا مصلحه ولدك طبعا تهمني مصلحتي بس وايش هو شرطك شرطي يا خليفه انك تفسخ خطوبة ولدك من زهرة وتساعدني على زواج ولدي خليل من زهرة مامي خيبوه دوكم الحالة من وين الواحد جاي يتوفق في هالدنيا وتكون عنده حرمة كماش انتي حتى في الخمام ما فرح بالله عليش انت بخور هاتي بخورفة ها حد يخم في وجه الناس تو اليوم انت مالك جاي من برا وقالت تصرخ علي ايش فيك ايش اللي صاير ما صاير شيء ما صاير شيء وايش يعني اللي صاير وايش مستوي ما مستوي شيء تروم تسكتي وتودريني خليني في حالي شوية يا حرمة هذا اليوم ايش فيه؟ قول يا مرة صدقني يا اخوي يا مرة أنا بس يبالي اسبوعين نهار زين حصل لي عندي خبرة في المصلحة كاكبات عقلك حاضر عني ايش لي تكمك ايوه مطر 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 عن قريب ان شاء الله راح اتزوج واريدك يا مطر تعزم شباب الحارة كلهم على الملكة ها ما سألتني أتزوج من يا مطر؟ تتزوج من؟ زهرة شوية نصل بثوية شوية بشيكينة ايش داخل أنا يلا مالك ذي المشعلة هيكون غلطان في رقم ليش ها ما ظني انا اتغلط في رقمي سامحني يا حمدة ما اقدر ارد عليك تو وعجبي وعجبي تو ما تتوجه ما ترد ما ينقص فيها حمى مساكينة أظنك ذاك حمدان يلا هيا كيف حمدان يا جاي مرهون جاي لحظة شوي لحظة ما دا
ترى مسائل ما يقدرك تسوي مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا الطابور؟ هذا لا يكون حد جاي يقدم له مساعدات ولا صدقه ولا يمكن اصيله استوال هالشيء. ايش صاير يا جماعه؟ ايش صاير؟ مفتوحه اليوم جمعيه جديده. جمعيه؟ ايوه. عقب سوتها اصيله. يا جماعة يا جماعة، التسجيل بالجمعية الأسبوع القادم. زين، متى الأسبوع القادم؟ اليوم فقط احنا نعلمكم الشروط، سمعتوني؟ شروط الجمعية فقط اليوم، لكن التسجيل الأسبوع القادم. أصيلة أصيلة، تعال. ايش هاي اللي سويتيه يا أصيلة؟ ايش هذا؟ أبوي الناس، الناس ما صدقوا حد يسوي لهم جمعية. مرة بعدنا اللي جالسين نتكلم عنها. أشوف الطابورة، أشوفك عينك يا ربي. حساب إنه مو مستوي في الدنيا. مرة تشوف ذي الناس كيف تقحم على الجمعيات عيشة. بغى يستفيدوا يستفيدوا يستفيدوا. أم إحنا شفنا أمنا. نعم. إجا أقول مهون أصيلة. هالجمعية بعد ما مفتوحة رسمية. كيف عاد لما تصبح رسمية؟ شوف كيف عاد أنت. بتنقش الدنيا كلها. أبا أبا. إجا أقول إيش؟ أكيد من سوالف دعاية هالدعاية كلها. من؟ مطر والله سمحت. مطر تصدق؟ أنا بس هو قلت له وخبر هو حرمتين. ماشي. وشوف عاد الأمة بوقاية كلها. دقيقة دقيقة. أنا بكلمهم تعال. يا جماعة الجمعية بعدها ما مفتوحة. مالكم مستعجلين كذا؟ ما حيتكم مديونين ولا حد يطالبكم؟ ما حيتكم؟ تعالوا الأسبوع القادم، الأسبوع القادم. بس ضاع علينا الدور، نخاف نستلم متأخرين. صدق علي بن جمعة، أنا يضيع علينا الدور. خلا فتحوا الجمعية، لا تطولوا علينا أكثر من سنة. مستعجلين. ثمانية أشهر بس، ثمانية أشهر، ما نطول عليكم. ها حمدان مرهون. مو قلتوا كيف؟ احنا لازم نفتح الجمعية اليوم، لازم نستفيد على طول. انتوا ما تشوفوا ذي الجماعة والناس كلهم مستعدين؟ ها مو رايكم؟ مو رايكم؟ يا اصيلة يا اصيلة، انت محتاجة حد يساعدك، ما يستوي يا اصيلة. انا من رايح نأجل الموضوع على الاسبوع القادم. خلاص صحيح. خلاص يا جماعة خلاص، روحوا الحين، روحوا الاسبوع القادم. تعالوا جيبوا فلوسكم واشتراكاتكم كلها، لا تخلوا فلوس في البيت. تعالوا برا. لكن استمريت في لكن ترى هنسألون الناس ما يقولون سواء في يدو فضلة. يا الله يا الله يا كريم يا الله يا بل تهنيه من؟ حمدان؟ حمدان يا حمدان، لكن مو قاعد تسوي تهنيه اليوم ليه؟ ود الحلال هذا المكان الوحيد اللي ازوره. ايش اسوي يا حمدان؟ تراني اداوم هني اداوم. اداوم ها؟ زين، احد من الناس قال لي انك انت وين ناخذ خدماتك ولي؟ لا ما حد نقلني ود الحلال ولا نقلت خدماتي، لكني فتحت فرع ثاني عشان اترزق منه. عجب شعبان، شوف لنا شغله معك، تعاون معنا ساعدنا. هذا انت يا مرهون فالح حق الكلام، لكن ما فكرت يوم من الايام انك تدور اخوك شعبان ولا تيه في محنته. مشاغل يا شعبان يا اخوي، مشاغل الدنيا شاغلتنا الدنيا. نعم، هموم مشاغل يا اخوي. ترى المشاغل ما تنتهي ما تخلص الاعمار. نحن شباب مثل ما قال اخوي مرهون، الدنيا مشاغل يا شعبان والدنيا حظوظ في نفس الوقت. نعم عم صدقت تراك فاي الكلمة. نعم نعم صدقت. مرة تحت على اليرح ان الدنيا حظو، لكن الظاهر عليك انك انت ما عندك حظ. انا ما عندي حظ؟ ما عندي حظ في ايش؟ اشوف خليفة زاد عليك بعد ما خرجتني انا من الموضوع. اي موضوع هذا؟ موضوع المناقصة. الظاهر انها رسيت على خليفة هو اللي فات. أما صدقت نعم في كلامك يوم تقول إن الدنيا حظوظ.
تو انت تتكلم وتدخل في الموضوع ولا تخليني اروح عنك؟ ابوي بدخل 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 في الموضوع. ابوي الخليفه يقول بي انت ابوك يترجع. ايش قلت؟ هذا اللي قريته، هذا اللي صفحته في الجرايد الصادر صباح هذا اليوم. وين صفحت؟ قول ايش صفحت؟ اقصد اللي خبرني عنه خليفه بنفسه وبعظمه لسانه. ها حمداء ايش فيك سكت؟ انقطع عنك الارسال؟ ما صحيح هذا الكلام اللي قلته يا شعبان، ما صحيح. هذا كذب وافتراء وزور وبهتان. نعم حتفتح الراديو حمدان؟ انت نسيت عمرك انك انت في السوق؟ ما هذا جبنا كلام ما يجيب الكلام لك. اقولكم يقولوا وين الحاج حسن ابو علي عند الراضي بدل للعذيهن. زين انت ايش تريد من تشتري من عنده؟ ايش تريد؟ ابغى اشتري تلفزيون ملون. وليش عاد؟ علشان هالمرة عاد اريد اسمع الاخبار بالالوان. زين الوان الاخبار كلها حمراء ابوي عاد الحين. يلا بتتر ابوي، يلا بتتر، يلا بتتر حق هذاك. شو اسمك؟ مطر. منك مطر. منك منك مطر. منك. ايش اقول هالانسان والله يجيب لي كلام. نعم تذبحني تقتلني. وينه؟ وينه؟ وين اللي يبغى له مكيف حال بيته؟ وينه؟ تعال تعال وشوف، قرب يا شراي، تعال وشوف هالمكيف العجيب. تعال تعال يا اخوي قرب، تعال وشوف هذا المكيف اللي يخلي الصيف يشتي طول السنه. هي نعم، تعال وشوف هذا المكيف الا ما له مثيل في العالم ابدا. تعال تعال وشوف هذا المكيف اللي يشتغل من غير كهرباء. كيف الحاج حسن؟ بالله عليك كيف هذا المكيف ما يريد كهرباء؟ عجب كيف بيشتغل. هذا الله يسلمك يا خليفة بعد ما محصل شغل. دور قبل بقية وما لقى. مثلنا احنا ما محصلين شغل. كلامك صحيح يا مطر، نعم ما محصلين شغل، لكن انا اقصد نسمع كيف يبرد. هيه هيه هذا هو السر، هني السر هني. وبني ادم ما يبيع اسراره. وبعدين يا خليفة هذا المكيف ما يصلح لك، انت من الحين وتتنافض. زين خبرنا عن الشيء العجيب اللي في المكيف. بخبركم، لكن ها ترى هذا سر، اياني واياكم تجيبوا سيرة لحد. سرك كبير وراكم يا جماعة. يا خليفة لما تكون حران وش تسوي؟ الله يسلمك يا حاج حسن اشغل المكيف. ولما تكون حران أكثر وأكثر أتقرب بالمكيف. ولما تكون حران أكثر وأكثر 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 أتقرب أكثر وأكثر وأكثر من المكيف اللي شغلته. شعبان صح ولا كذب؟ وينك يا شراي؟ وينك؟ وينك يا شراي؟ وينك تجي تشوف هذا المكيف العجيب؟ وينك؟ تراك ما خبرت يا حاج حسن عن سر هذا المكيف العجيب اللي ما راضي يبتاعه انت. هذا المكيف الله يسلمك لما يشوفك حران هو يتقرب منك بنفسه ويطاردك ببرودته وين ما تروح. وراك ان شاء الله تروح فوق سطح البيت هو وراك ببرودته. معقوله؟ لا وازيدك من الشعر بيت، لو حبيت تبرد سيارتك ما عليك غير تنزل الجامه شويه وعلى طول يدخل الهواء البارد من المجلس الى السياره
وفي الحالة هذه أنت ما أظن تريد تشغل مكيف البر. ما حد زيد عليك في الكلام. هي نعم، أنت دلال وهو الدلال. كم المكيف؟ كم رسم المكيف؟ كم رسم المكيف؟ كم المكيف؟ ريال. ريال وربع. ريال وربع. ريال وربع. المكيف بريال وربع. ونص. ريال ونص. ريال ونص. ريالين. المكيف بريالين وربع. ريالين وربع. ريالين ونص. المكيف بريالين ونص. ثلاثة ريالات قاصر ربع. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة سبعة حبة. ثلاثة ريالات وربع. ونص. ثلاثة ريالات ونص. هو ثلاثة ريالات ونص. أربعة. أربعة ريالات المكيف. أربعة ريالات. أربعة ريالات وربع. أربعة. أربعة ريال. أربعة ريالات ونص. فتح الباب. تريوه فتح الباب. أقول لك فتح الباب. أنا أبغى أعرف إيش هذا اللي يصير عند بيتكم. مو هذا خبري. يا حمدان استهدى بالله وسير البيت وارتاح بعدين تعرف كل شيء. أنا ما أتنقل من هذا المكان. وبعدين أنتي ليش ما تردي على اتصالاتي؟ ليش؟ قولي لي. يا حمدان لا تقوم تسوي لي فضيحة قدام الناس والجيران. قد تكسير البيت استهدى بالله وبعدين تعرف كل شيء. أقول لك أنا ما أطلع من هذا المكان إلى ما أعرف السالفة كلها. نعم. سالفة إيش اللي تريد تعرفها يا عم حمدان؟ خلي بابا كيف حالك؟ كنا هزلان شوية. ماشي أبوي ماشي. أمك متصلة فيه في التليفون باغية شوية أغراض. قطعت المكالمة بس. وليش كنت تصرخ لما كنت تتكلم؟ ها؟ الإرسال لا انقطع والله. عم حمدان كنت تكلمها في الهاتف النقال ولا من تحت الباب؟ مكالمات من تحت الباب ما تحتاج إلى فتح خط. أنا نسيت نفسي يا ولدي والله. حسبت أني أكلمها من النقال هذا العام. بس والله سامحني بابا سامحني. خاطرك شيء؟ خاطرك شيء؟ مشكور مشكور يا عم حمدان. اقول بابا هذيك لا هذيك 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 سلم عليك. رحمه رحمه. يصير خير يصير خير. احسنت ابوي. انا لا يمكن اتفضله. اتفضل بيتي احسن. لا بابا يا رضا القهيم هذا. خليفه خليفه أقول ما تبغى تشتري المكيف؟ بفكرني أشتريه بس قبل لا أشتري المكيف وإيش رايك تناجي على هالسيارة الغاوية؟ هذه الكشرة؟ سير صلحها أول سير. إيه نعم هذه كشرة هذه أصلية هذه. وإيش رايك تناجي عليها بمرة؟ يا ود الحلال يا ود الحلال. الناس ما يبغوا بخور. كلهم كانوا في صلالة في الخريف وجايبين بخور على أهلهم. يعني وإيش؟ يعني سير صلح سيارتك من هالدخاخين وتطلعه وبعدين جيبها انادي عليها. ولا تعرف كيف خليفه؟ شوف يمكن حد الجماعه يبي يتبخر شويه كذاك. ها زين عجب. ما بشتري المكيف. توب الله عليك. الا كما كنت يقدر يشتري مكيف كنت مهفه واجد عليك. اقول حسن قول ما حيبوه. نعم عمي. وين حمدان؟ حمدان حمدان ما عارفه عمي. ايش رايك بشغله الدلاله؟ ابغاويه شغله زينه. ابغاويه نحن يا مطر. شغله سهله ما تبغى شيء. شويه عياره واضرب فلوسك وروح. كلها تطلع لي كمين ريال وانت شغال. عيبتني الشغله من صراحه. وايد زين با اشوك وحدك جاي. مو طلع انت وعمي مرهون؟ لا يا بنتي لا. مرهون هذا اخوي. لا يمكن أنا ويا نتنازع ونتضارب يوم من الأيام مهما كان الثمن. نعم أجد ما حد غير ذي ثري وأكيد هي. أول مرة تقولي كلام صح. ولا ما ينقاس أنت تقولي كلام صح في يوم ولا ما أخذ بالي حقيقة. با مالك تشوف علي كذا؟ أنا قالت شيء غلط؟ انت شو بتتغير يوم لفتيه؟ ها يعني هي ذريو اللي مخلتنا كذاك متضايق؟ ها معليش يا ذريو معليش. انا سارت لها تو. انا اعرف شغلي معاها زين. يا رحمه يا بنت تعالي هيش هلا تعالي. هاي مش خط. هاي مش خط والله. تسوينا بريه غالي ذريو.
نعم خليل. خير، ايش اللي تريديه؟ وبعدين ليش تدق الجرس والباب بهالطريقة؟ مجنونة انت، مجنونة؟ ايش اللي فيش؟ خليل انت تقول عني انا هذا الكلام؟ يلا خلصيني، ايش اللي تريديه قولي. خبر امك انها احسنها تبتعد عن ابوي، ابوي ما يريد يتزوجها، واذا ما ابتعدت انا بضربها بالضربة القاضية، انت فاهم؟ ابوكي كان يريد يتزوج، وانا كنت اريد، لكن الحين انا ما اريدك، والزواج بيننا صار مستحيل، ولا تقص تفكر فيني انا. خبر امك بهذا الكلام. خليل من كان على الباب؟ رحمه بنت الشايب حمدان. رحوم، وش كانت تريد؟ جايب رساله من ابوها، تريد تقول ولا اقول لك؟ ما في داعي، انت تعرف الباقي. هاتي يا روحتي، خلاص خلصتك من ثريو وللابد. ايش قلت لعقد؟ يلا يا اخوي كان بتنادي، يلا. وانت ليش مستعجل؟ العجله من الشيطان. انت شوف ساعتك كم الحين، وبعدين قول العجله من الشيطان. ساعتي صح ساعه ب40 ريال، ب40 ريال. من يشتري الساعه؟ من يريد الزين؟ الساعة مثل نور العين. أنا أقول لك كم الساعة وأنت تقول لي ب40 ريال؟ ولو حبيت بنادي على ساعتك، يلا هات ساعتك، هات. ها ساعة ب40 ريال، ب40 ريال، ساعة تدليك بالوقت الجديد والقديم، ساعة ترسم لك خارطة الطريق، ساعة عجيبة وغريبة، ساعة ماشي أحسن منها، ساعة ما نزل عنها ولا دقيقة، ساعة ما نقص عنها ولا ربع دقيقة، من يشتري؟ إحنا ما صدقنا نخلصها من عيوريد حسن، طلعت لنا أنت الحين؟ ب40 ريال، من اشتري ب40 ريال، ساعة عجيبة وغريبة، من اشتري؟ هيل الشاري ب40، ما نقص منها ولا دقيقة، هيل الشاري، هيل هيل. ساعة ب40 ريال؟ كهي ايش فيها؟ هاي ساعة عجيبة، ما مثلها بالساعات، ماشي ساعة في الدنيا مثلها، عجيبة وغريبة. خلي عنك الساعة ودلل على اللي قدامك. ساعة يا عمي؟ دلل على الرطب، الناس قامت تروح. دلل على الرطب؟ دلل. نسمي؟ بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كم نقول؟ كم نزيد؟ من المشتري؟ 500 600 600 مع من؟ 700 محارب 700 800 من يزيد؟ 800 من يزيد؟ من يزيد؟ حاج حسن، حاج حسن، انت هنا وانا ادور عليك؟ خير يا عامر، ايش فيه؟ هناك اللي ما يسرك ولا يريحك يا حاج. خير ان شاء الله، وش مستوي؟ ايش هاي؟ هاي بلية بلية؟ حارة بلاد مكبرها. نعم ها كيف النادى علي؟ منين نبدأ حين قبل؟ منين النادى علي؟ إيش اللي عري هاي؟ ها؟ بلية هاي بلية؟ شوف ها إيش قلت يا مرهون؟ بتنادي على الثور ولا إيش؟ نعم إني بنادي على الثور، وصاحب الثور لو حبيت بعد. نعم؟ إيش قلت؟ قصدي نعم نعم بنادي على الثور، أفا عليك، بس ما خبرتني إيش اسم الثور؟ ما أعرف اسمه. كيف ما تعرف اسمه؟ لا أبوي لا، ما اسمه كذاك، لازم في البداية نسميه وبعدين ندلل عليه. نخبرك ونسوي له اسم. ها؟ ايش رايك نقلع على عين وحدة ونسميه العور؟ ها؟ اسم غاوي العور. ايش قلت الحين؟ بتنادي عليه ولا لا؟ هاي بلية، هاي بلية، اقول لك كيف النادي يا الحين؟ يلا خبرك بسم الله بنادي عليه، بنادي عليه. وين اللي يريد ثور يرفع له اسمه على طول الزمن؟ وينه؟ وين اللي يريد ثور للمصارعة الحرة وغير الحرة؟ شوف هذا الثور إلا ما تقدر تفرق بينه وبين الجبال من قوته وكبره وضخامته. قرب قرب يا شراي، قرب قرب، شوف هالثور، عندنا ثور ماشى أحسن منه ولا أقوى. اي 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 لحظة لحظة أبوي الحاج حسن، لحظة، أنا الثور هاي أنا بنادي عليه، أنا بنادي عليه، ما أنت وينه اللي يريد ثور
ومعاه خروف مجانا. قلنا لك لحظه ابوي هذا على قلت الله يهديك. انا الثور هاي انا بادي عليك ما انت. وانت من علشان تشتغل شغله ما شغلتك ها؟ ها؟ ولا كل واحد يشتغل الشغل اللي هو يريده؟ لا با لا، ما كل شغل يناسب كل انسان. كل شيء الى اصول، كل شيء الى قوانين. ما تجي مني والضرب وتشتغل اي شغله. لا ابوي لا، زمن اول تحول، ادرك اما داري. انا بعد دلال ترى هنا دلال. ومن اللي اعتمدك تكون دلال هنا؟ احيد انا دلال رسمي في هذا المكان. اسمعني، اذا ما تحركت من هذا المكان ترى بتشوف شيء عمرك ما شفته ولا يسرك. عاد ما بقى حد غيرك انت تنافسني في مهنتي ومهنتك دادي. انا ما بتحرك من المكان، وانا دلال مثلك وما في حد احسن من حد. بنشوف اليوم يا انت نشوف. لا في هذه الحالة غلطان انت يا مرهون، الحاج حسن احسن منك بمليون مرة. عمي مرهون خلنا نروح من هنا قبل لا تصير مشكلة. انا ما اتحرك من المكان، واللي يصير يصير. انت بعدك هنا؟ قلت لك عمي خلنا نروح من هالمكان وبعدين هناك بنتفاهم. يعني نروح مكان ثاني احسن. اسميك انك ختمتها زين يا مطر، نصير مكان ثاني. خلي يغيب الثور وصاحب الثور واي مع بعد. وينه؟ وين اللي يريد ثور؟ وينه عمر؟ أباك تراقبهم هذا النفرين، راقبهم زين وشوفهم وين يسيروا وش يسووا. إيانا وإياك يغيبوا عن نظرك. اتحرك. حاضر حاضر حاج حاضر. وينه؟ وين اللي يريد ثور؟ وينه؟ يا جماعة بكم نبتدي؟ 150 150. هنا تعرفي ترى المكان كبير واسع، واحنا ممكن نجيب الطاولة ونخليها هنا والكرسي، وانت عاد تبدي على طول الشغل. لان الناس محتاجين للجمعيات، وما دامنا نحن نقدر نساعدهم فنعقل في الموضوع على طول. ايش رايك؟ ايش اقول بعد يا خالتي؟ موافقة. انا المهم عندي اني اشتغل واساعد اهلي. اذا انت موافقة يلا تعالي تفضلي. لاني انا اعرف الجمعيات تمام انها ما تتوقف. والحين بنادي على الليمون والسفرجل والبرتقال ورقبه. ليمون عماني ماشي احسن منه. نعم برتقال وسفرجل. كم نقول؟ كم نقول؟ والله من يزيد ما يقول. سبعة ثمانية تسعة عشرة من يزيد عشرة. 11 ليمون والسفرجل والبرتقال برقبة لسليمان بن عبد الله. كيف حل سليمان بن عبد الله وانا اقول لك زيد ريال وما وقفتني؟ انت ما نطقت ما تكلم. كيف ما نطقت وما تكلمت وانا اقول لك 16 وانت معطلني الدنان الصماء؟ لا تسوي دربشي انت، لا زدت ولا تكلم. انت قمت تغلط بعادة. سمعتوه يا جماعة الخير؟ سمعتوه؟ يغلط علي وانا ما اقول له شيء؟ سمعتوه؟ ما حد سمعك يا عامر، ما حد سمعك. انت كنت واقف ما سمعت تزابل. تكلم؟ ابدا ولا تسمع. اسرائيل خقاقة يا خقة فيه. كذاك مطور؟ توقف معه؟ زين روح خليه ينفعك. سمعت ابوي عاد حسمعك انت، حسمعك انت. لا تسوي لنا ربشة. خلاص هاي الغيرة. لا حسد راح حسد. مبروك سليمان عبد الله مبروك. اصلا انت ما دلال ولا تفهم بالدلالة ولا حتى بالبيع والشراء. أنا ما أعرف في كل حاجة تريد تسوي واسطة. هذه ما حالة. إيش خلع الكلام؟ إيش خلع الكلام؟ هاي مين أنا؟ وارثني. نعم ما عارف حاسب. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا منين طلع لنا بعد؟ أنا قلت لك كم مرة كل مكان وإله ناسه يا مرهون. الظاهر أنا وأنت يا عمي ما لنا ناس. نعم صحيح كلامك يا مطر، ما لنا نصيب في الشغلة هاي، كلهم حساد. نعم حسد. ايش قلت يا مرهون؟ انت ايش قلت؟ انا قلت لك كل مكان وإله ناسه. ما تقوم تجي وترمي عمرك في مكان انت ما إلك مكان فيه. ها ايش قلت؟ ايش قلت بعد؟ اسميك انك ختمتها زين.
كنت أظن أن حال أخوي حمدان أحسن من حالنا، وأن السوق أحسن من سوق الولاية اللي جينا منها، لكن الظاهر الحال هو الحال، هنا ولا هنا ما في شيء جديد. هذا حال الدنيا عمي، مثل ما يقول عمي حمدان الدنيا حظوظ. يا عمي بس لو كان عندنا حظ ما بيكون كذي حالنا. والحل والحل يا مطر، شغلة الغاز وما قدرنا عليها، شغلة الدلالة وما كان لنا نصيب فيها. ما عليه يا عمي ما عليه، من باكر ما نشوف لنا شغلة جديدة، لأن الدنيا ما تخلق والسوق بعد ما يخلق. ما بقى لنا وقت يا مطر، ما بقى لنا وقت. عمي ما فهمتك، أنت إيش تقصد؟ لما جينا عند أخوي حمدان زدنا الطين بلة وثقلنا عليه وهو ما ناقص. إحنا لازم نرجع من هنا. يعني تريد ترجع لبلاد مرة ثانية؟ أنت نسيت ثاني وفلوس اللي يطالبك إياهن؟ لا عمي هذا نصيب، والأفكار والنظريات واللي خبرنا عن كل شيء. حتى لو كان ومهما كان نحن لازم نرجع من هنا ما جينا، وبكذاك أكون ختمت هذه. ايش اللي مستوي هناك؟ ما اعرف يا عمي. سبحان الله ايش الحاله من الاخ. خل مشان تعال 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 تعال. تسوين هذا التصرف بنفسك، تتصرفين كذاك. لا يا مرهون، انا حسبتك تقول اسميك ختمتيها زين. لا والله لا ختمتيها زين ولا عندك خبر ختمت الكلام. انا تراني ما سويت كذاك الا بعد ما شفت حالنا اللي ما يريد يتصلح. متى يتصلح الحال والعمر خلاص ما باقي في شيء. نحن قلنا يا أصيلة إن نناقش موضوع الجمعية هاي بعدين، لكن انت الله يهديك تسرحتي وسويت اللي في راسك. ما تصبرين شوية؟ ما تشاورين؟ زين الحين أنا إيش أسوي؟ خلاص ها؟ لا تجلس تلومني، أنا ما فاضي أحد يجلس يلومني. خلاص أنا ورطت نفسي في الجمعية وخذيت فلوس من الناس ووعدتهم أن بعد 8 أشهر كل واحد يأخذ بالدور. الحين أنا إيش أسوي؟ ها؟ أنا كنت جاي أقول لك يا أصيلة أن نحن نرجع البلد وترى هناك مثل هنا بندبر أمورنا وبيمشي معنا الحال. يمشي معنا الحال؟ الحال إذا يمشي من زمان كان مشي، ما الحين. أنا كان كل همي إني أوقف معاك وأساعدك وأدور معاك البيسة وين ما تكون. أنا خايف يا أصيل إن هذا الموضوع يجرنا إلى مشاكل ما لها أول ولا لها آخر. خلاص المهم أنا الحين في ورطة، ورطت نفسي وما قادرة أخرج منها، وبعدين الناس واثقين مني وأنت لازم تساعدني. أنا في إيش ولا في إيش يا أصيل؟ أنا كفاية علي همومي ووجاعي، بعد ما تزيدين أنت.
همومك هي همومي أنا وأنت واحد، بعدين أنا معاك وأنت معاي وإحنا مع بعض، وموضوع الجمعية خلاص شيء وصار. لا تجلس تقول لي رجع فلوس الناس. الظهر يا أصيلة إن الهموم بدأت تحاصرنا أنا وإنتي ونصيب. تعال نصيب، ذكرتني بنصيب. أنا اليوم هذا الولد ما شفته. أنا يا مطر، أنا ترفضني زهرة؟ أنا أنت بعدك على نفس المحطة يا أخوي؟ غير وبدل، لا تجلسني على محطة واحدة. ترى الناس الحين صارت فضائيات. اسمع مني، أنا أكلمك جد يا مطر، أكلمك جد. ولا ما قدوه هذا اللي أعطاني المبلغ ناقص في يديني، قيمة الدش وقيمة تركيبة. نصيب، تراك طلعت القرون. قلنا لك الزواج قسمه نصيب. بس قعد يا أخي، شوف نفسك، شوف مستقبلك. مطر، أنت شفته مسوى فيي وما شفته؟ ما شفته معقل لي المبلغ ناقص في يديني وجالس تفشل قدامه هذيك، بيقول شك حكيتي وحكيتي خدعت. ما أتكلم. أخ علي، أخ رد مرة ثانية على نفس السالفة. مطر، أنت تعرف تقول آمين وما تعرف تقول؟ ليش ما أعرف أقول آمين؟ يعني لساني مربوع؟ عجب، أنا أدعي وأنت قول وراي آمين. على من بعيد الشر تدعي؟ على اللي ما يستاهله وما يلهم نصيب فيه. قول آمين مطر. آمين. خير، ايش استوى؟ الظاهر ان التلفزيون احترق. وما نقى يحترق الا الحين وانا جالسه اشوف ذيك المذيعه ايش تسوي. وانتي متى تهتمين بالمذيعات وشغل التلفزيون؟ وليش هاي الاهتمام هذا؟ ممكن اعرف؟ هاي سر الموهبه، السر اللي انا مخبتنا في قلبي من زمان من زمان. لكنك انت تبى تعرف شيء؟ بخبرك بعدين، بل في الوقت المناسب. وانت عندك مواهب في التلفزيون يا بتسالمين؟ طبعا، مو شايف اني انا سهله يعني؟ المهم خلي عنك انت هذا الكلام، هذا نصيب هنا عشان يجي يصلح التلفزيون. خلي عنك يا ولد، كلمينا عن موهبتك هذه، كلمينا عنها بالتفصيل بعد. زين هلا يلا. عشان بعدين تقول لي اسميش النش ختمتيها زين.